نحن رح نتابع اليوم عالم الصباح ببيروت يلي ان شاء الله موسم سياحي وصيفي مقبل عليها يكون حافل انطلاقا من اعياد بيروت يلي رح بتبلش ب 29 تموز المقبل. ضيفنا اليوم الاستاذ امين ابياغي صاحب شركه ستار سيستم. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. ما نحكي مونديال ولا لا؟ خلينا برات. امبارح كنا سهرانين اول سهرانين وهيك، واليوم كل الناس واعيه شوي في نعاس. بس بعيدا عن كل هالمواضيع يلي هلا كمان هيك عامله حركه بلبنان، يعني موضوع المونديال، بدنا نحكي عن الصيفيه يلي نحن مقبلين عليها واعياد بيروت يلي صارت جزء اساسي منا من فتره. خبرنا اكثر. نحن صرنا ثلاث سنين، هيدي يعني بتكون ثالث سنه من 2012 بلشنا و2013، والسنتين قبلنا صيفيه صعبه صراحه، يعني هيك يعني بين الالغام، يعني كل يومين يكون عندنا حفله، ثاني يوم بعدها يكون في شيء يرجع، وصار عندنا الغى حتى هذيك السنه لانه في فرقه رقص اجنبي خافوا يجوا، كان في شويه خطف وهيك. هلا هالسنه توقعاتنا مثل ما كل العالم بتعرفي بنعيش على التوقعات، بوزيتيف يعني ايجابيه جدا. قالوا لنا صيفيه كثير حلوه رح تكون ورح تكون رايقه، فانتوا ولعتوها. هلا احنا ولعناها قبل ما نعرف انه الصيفيه منيحه، لانه من خمس اشهر انا عم اشتغل على المهرجان. وبفتكر انه هالشغله على طول انا بقول دائما لازم نشتغل كانه كل شيء تمام، وهيدي المنيحه، يعني هيدي اللي حنقطف ثماره في حال كانت صيفيه. نحن عندنا كثير اشياء حتى يعني نحكي عنها اليوم بشكل مفصل، خلينا نتوقف اول شيء مع هالكليب السريع ونرجع نتابع لحتى نحكي اكثر عن تفاصيل اعياد بيروت. مهرجان اعياد بيروت يقدم في عامه الثالث ليله رومانسيه بامتياز مع النجمه اليسا. مساء الخميس 21 آب في بيروت ووتر فرونت. الفرحة اللي أنا فيها دي كلها ترجع لي. اليسا يعني هي فقط هلا اسم كمان، ورح نحكي عن بقيه الاسامي ونشوف كيف تركب هالبرنامج السنه وعلى اي اليسا. هي ثالث سنه بنعمل، لانه 2012 بلشت معنا، كنا بعدنا مبلشين جديد وكمان كانت ناجحه كثير، و2013 يعني رجعنا حبينا نعيدها، وهالسنه في البوم جديد عم بينزل على العيد، وهي الشغله خلتنا انه نقول كمان هالسنه لازم احتفالا بهالشيء، وبما انه عم بتكون ناجحه كثير، وحفلتها يعني تقريبا الوحيده بتعملها بلبنان، يعني هيدي هيك مثل صارت يعني موعد سنوي. بقى 21 اب رح تكون، وفيها اكيد على طول مفاجآت وقصص حلوه. عظيم. من بعد لسه كمان هلا بلش اذا بدك نرجع رجعنا بالتواريخ لورا، بلش بالبدايه رح تكون مع سلطان الطرب جورج وسوف، الراجل الكمباك تبعه من بعد غياب ثلاث سنين ناطرته. ويمكن غياب عن لبنان كحفلات اكثر من ثلاث سنين هو، بس هو كان صار له ثلاث سنين هيك مزعوج شوي، كان عنده وقت يعني مشاكل الوعكة الصحيه الكبيره. يمكن عم نشوف الاعلان، ما بعرف اذا رح عم نشوف عم نشوفه. دونك الرجعة تبع السلطان اكيد شفتوه من كم يوم كان على التلفزيونات، وشافوا الناس يعني انه رجعت صحته بألف خير، والمحبين كتار، واوريدي التيكتس عم ينباعوا وناطرينه مناطره يعني. هلا رح نحكي تيكتس ورح نحكي كيف وتحضيرات وتنظيم والى اخره وين عم بيصير، لكن ب 29 هو رح بتكون نعم هو بيكون ثاني يوم العيد مبدئيا. اوكي رح تكون انطلاقه معه، وبيرجع يومين من بعدها كمان بيكون بعدنا بجمعه العيد في فارس كرم. كمان ليله لبنانيه بامتياز، لانه قليل لا يعمل حفلات هيك جماهيريه ببيروت، يعني ما مساق ببعض بتعرفي، ما فيش مهرجان كان ببيروت بشجع هالشيء هيدا. دونك كمان متوقعين قبول يعني اقبال كثير قوي من الجمهور، وتكون ليله كثير هايصه حلوه يعني. وبيرجع عنا باثنين اب تامر حسني اللي هو معروف كثير كفنان، من اهم فنانين المصريين هلا وكمان بالعالم، يعني صح العالم العربي. اثنين اب كمان بيكون جمعه العيد. طيب خلينا كمان نشوفه سوا. يلا الفارس بي سي ام تقدم في مهرجانات اعياد بيروت نجم الشرق تامر حسني. مساء السبت 2 اب تامر حسني نجم الشرق في أضخم حفلات صيف 2014. هذا تامر حسني اللي هيك الشباب كلهم بيركضوا، حتى شباب الصبايا يعني قصدي.
لحتى يحضروا يحضروا حفلته. لكن صرنا جورج وسوف، فارس كرم، فارس كرم، تامر حسني، 7 آب عندنا زياد رحباني بحفلة كونسبت اسمه أرتيستات، رح نعلن قريبا مين رح يكونوا الجاستس معه، لأنه بتعرفي زياد يعني عالم لما تيجي تحضر زياد أكيد. بس طبعا حلو كمان فيه هيك كونسبت معين عم ينشغل عليه هلأ. اكزاكتلي عم ينشغل هيك شوية أسامي منظمين أجنبي وعربي بنفس السهرة، يعني بنفس السهرة عملت أوريدي هيك بنفس السهرة هيدي بسبعة آبرة. هيدي الناس ما تعرفها مسبق تعرف إذا يعني بتقطع يعني بتعرف شوية تفاصيل عم بيقطعوا لأنه في زياد موجود. يعني مثل هديك السنة كمان عمل حفلة نفس الكونسبت هيك حبوا الناس كتير كان عنده اوكي يعني منوع عربي في قصص هيك أجنبي ستيل بحبها هو جاز في كل شيء يعني. وعندك بعدين ب 12 آب ليلة كريمية حب المهرجان يكرم عملاق وضيع الصافي عم بيقرب هلا يعني السنة تقريبا يعني السنة تقريبا وفات السنة وراح يكون في أولاده موجودين يعني أنطوان وجورج صافي يعني منيحة لأنه بتعرف إنه أكثر ناس ممكن بيمثلوه مزبوط وراح يكون عندنا جوزيف عطية وسارة الهاني كجيل شبابي كمان عم بيغنوا الأغاني تبع وديع الصافي يعني هي بس يعني اتخذت وديع الصافي لأنه بيكون تقريبا صار له سنة يعني على أساس كرمه يعني هي أول مرة يمكن حدا عم بيكرمه بهالطريقة تكرم 3-4 سنين مهرجانات جبال كان بوجوده بعده موجود اكيد وكانت نجمة كرم والى اخره مزبوط والكفوري صح وهالسنه حبينا نكرمه يعني باغاني مع ريبورتاجات مع عده قصص فاذا رح تكون مميزه فيها كتير شغل كثير مميزه يعني فيها شغل هلا عم بلش نحضر لها مزبوط ونركب لها التركيبه يعني وعاطين مجال بين الـ بين الـ يعني السهره والسهره لحتى الناس يعني هالمره مريحين شوي في ايام مريحين لحتى يكون الناس تلحق لانه وتنظيميا قلنا اهين لانه هذيك السنة كانوا شوي ورا بعض جبرنا هالسنة مريحين وانت نقدر هيك كمان يكون اهين ونقلنا على الووتر فرونت كمان هلا السنة صار اكبر ليش نقلته وشو الاشياء يعني يلي ممكن تتسهل اكثر بهالنقله هاي من بعدها اليسا يلي حكينا عنها وبعدين في جارو الفنان الكندي العالمي جارو ب 6 سبتمبر 6 شهر 9 اللي هو هذا تاريخ بعد شوي بس هو اللي ما قدر اعطينا غيره لانه عنده تور يعني قلنا اتس اوكي هلا بهالوقت نحن رح يصير في ايفنتس بقلب نفس المكان اللي عاملين فيه بالووتر فرونت مثلا في الاورينتال نايت اللي بيعملها جهاد المر يعني تيو تو سي وفي كمان الانرجي تور رح تكون ب 29 اب يعني اذا بدك على طول رح يكون في قصص عم تصير هلا يمكن ما فينا نقول ضمن كمهرجان عيد بيروت بس هي نفس بس بنفس اللوكيشن هلا لقيت هذا اللوكيشن غير وضع بس انتم كاعياد بيروت يلي لاحقكم عارف شو في احنا عندنا 7 حفلات كاعياد بيروت بس عم نساعد بهوليك كمان لانه جهاد المر تيو تو سي يعني شركاء معنا كمان باعياد بيروت يعني موجودين طيب هيدي النقله شو اسبابها كيف صارت يعني على الارض شو بتامن لكم اشياء تسهيلات اكثر هلا كبرنا فينا نعتبر انه قوينا وغزلنا وكنا اكبر من ناحيه اريح للشغل يعني يمكن اهيالنا كوسعة اكثر يعني نفس الكاباسيتي رح نكون تقريبا نفس الشيء بس بتريحنا من كل الميلات هالشغله يعني مع انه سوق بيروت بنحبه كمان كفانيو بس حبينا ننقل عليه لانه هي تحت اللوكيشن كمان كانت حلوه يعني بما يعني انه الناس في عده اشياء يقدروا يشوفوها يلي بيوصل بكير بيكون موجود بالاسواق اللي بده من بعد الهيدا يتمشى كمان بيكون قريب على السنتر يعني في اشياء يمكن هون ايجابيه وهون اكثر اشياء كل واحد على طول كل فنيو له حسناته وسيئاته بس نحن ووتر فرونت يعني وجهه بيروت البحريه كفانيو كثير سهل الصف فيه والوصول عليه وكله هيدا شغله كثير مهمه قديش قدره الاستيعاب كمان كبرت يعني كبرت بما شوي. يختص بالجمهور اللي رح بيكون موجود اليوم البطاقات وين صارت موجوده ببلشوا يحصلوا عليها رينج الاسعار مش بس ببلشوا يحصلوا عليها لازم يلحقوا حالهم يحصلوا عليها كمان يلحقوا حالهم يعني برافو حفلات يعني كثير مثل جورج وسوف مثلا عم بيع منيح لان العالم نطرته مناطره وكثير الحفلات بيقدروا بالفيرجن تيكتينج بوكس اوفيس بكل الفروع عندهم ببيروت وبدبي وفي بالاشرفيه بالحمراء بكله تختلف اسعار البطاقات من نهار لنهار من سهره لسهره في سهرات يعني. بتختلف بس هي بالمطلق من $30 لتقريبا $120-130 بهالافرج يعني بس في كتير تيكتس ب 30 و50 و60 يعني
متناول الجميع يعني. كل واحد يمكن حدا يحب يدفع اغلى يقعد قدام وحدا ما يقدر يقعد ورا شوي. ايه اكيد هي حسب كل واحد قديش قادر وكم شخص رايحين من العائله تحتى. ايه مظبوط ما هيك حسب يقطعوا ان كان 2 او 10 او 15. فاذا هيدا الناس هلا يعني ناطرين ان شاء الله وتكون صيفيه حلوه على الجميع يقدروا يستمتعوا بهالامسيات هاي فورا من بعد الاعياد ان الله رادح بتكون. اذا يحفظوا هيدي كل المواعيد. انتم كتنظيم غير اعياد بيروت هل في اشياء ثانيه يعني ممكن تكون كمهرجان لكم انتم تنعمل بعدين احنا في عندنا بمناطق ثانيه؟ ايه في كولابوريشن كثير عم بتصير مع غير مهرجانات مثل مهرجان جونيا نحن كشركه ستار سيستم وتويوتو سي وبالشتويه عملنا عده حفلات على طول في قصص يعني. بس هلا المين يعني لانه اياه هي انه هلا المهرجان تبعنا اعياد بيروت يعني. اذا بدك كنت عم تقول شوي وقت تكتر يعني المهرجان بصيروا ناس اكثر ضايعين ما بقى يلحقوا على كل الامور. نحن بدنا اياها تكون موجوده لتشمل كل المناطق والناس بدبروا حالهم ما تخاف بضلوا يلحقوا اذا الوضع منيح وكلهم مبسوطين بضلوا يدبروا حالهم ويلاقوا وقت انهم يقدروا يتابعوا كل هالنشاطات. حلو التنوع وكثره وهيك منيحه. ميرسي يعطيكم الف عافيه. اهلا وسهلا فيك وان شاء الله يعني هيك دائما بيروت بتضل منوره بكل لياليها. كمان مره رح نتوقف للحظات قليله ونرجع نتابع.